السلام عليكم، يعطيكم العافية. نحن هلا بمخيم الجاسم. طبعا هذا المخيم صار فيه حالتين تسمم بالمخيم بسبب تناول علبة سردين عن طريق قسائم شرائية. هذا مخيم الجاسم صاير بين مدينة شران ومدينة عفرين على طريق عفرين عزاز، ويتابع لناحية شران. طبعا هاي خيمة الحرمك أحد السيدتين اللي توفت. المخيم توفت فيه السيدتين. المخيم يعني تسكنوا ناس من ريف حلب الغربي. مخيم الجاسم واصل بين عفرين عزاز، الواقع على الطريق بين عفرين وعزاز. ومثل ما ذكرنا المخيم صار فيه حالتين وفاة، نساء تنتين. جميلي كم ولد عندها؟ جميلي كم ولد؟ أربع أولاد. وعيوش؟ 15 ولد؟ من ريف حلب الغربي كلها تكون معناتها. عن جارة؟ تحكي لنا اللي صار بعد اذنك؟ ما هون السبب حالتين تسمم بسبب المسألة هاي الحالة اللي صارت. ما في شيء، واقفين هون كليتنا، كانت واقفة بناتنا كمان، ما في بركين الساعة 7-8 كاني أخذوها وراحوا. السبب حالة التسمم؟ ما في لا تسمم ولاها، قالنا الدكتور جلطة. جلطة هي قال؟ ايه بس رجعوا وقت الخبر أولاد عم صاروا يراجعوا. الأولاد راجعوا كمان يعني؟ ايه من القلب السردين؟ لا ما هم من السردين. شو لك القسم؟ بس أولاد وقت الخبروا من الصدمة عم صاروا يراجعوا. لا هني والسيد الثاني؟ والسيد الثاني؟ في حالتين تسمم مو حالي. في حالتين ايه؟ مو هيك؟ حالتين تسمم مو هيك عم؟ سردين لا غير سردين؟ والله ما بعرف. اخذوها على مشفى بهار جميلة. اني هي اول هذه اكلت اول نهار، ثاني نهار مثل هلا وقعت. اخذوها على مشفى اكل السردين لا شو غير شيء. سردين ورز بحليب وهذا. هاي نفس اللي وزعته المنظم يعني؟ ايه. القسائم الشرعية؟ ايه. انتم منين جبتوا قسائم الشرعية؟ من عفرين ولا شران؟ من شران. شران؟ كلها من شران. عم تشتروا من شران انتم معناتها؟ ايه هن بعتونا على شران. يلا الله يرحمهم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. بس في منه عم ياكل ما بيصير له شيء يعني. حسب بقى بجوز في سردين منتهي صلاحيته، وفي سردين بجوز ما منتهي. بجوز هاد خلص سردين كله. لقوه اسود سردين؟ ايه وما يعني ومحطوط على هيدي الصلاحيه لل 25. ما هاد بجوز مزور. مزور. ايه حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو تعداد المخيم؟ تقريبا كم عائلة ساكنة بالمخيم؟ استاذ كم عائلة ساكنة بالمخيم؟ كم عائلة ساكنة بالمخيم؟ 75. زوج احد النساء منا. زوج احد النساء اللي توفى جوزاء بالله هو في السماء. وعيوش اثنين كنت جواز المول منو نعمل.